عندنا مصانع اتقفلت، عندنا رقعة زراعية أهملت وبارت، عندنا أيدي عاملة ما بتشتغلش، لكن أهم شيء عندنا بناء السجون. إيه؟ آه والله، تخيلوا إن إحنا في بلادنا بناء السجن في الأولويات أهم من بناء المصانع. أنا أتصور إن مفيش دولة في العالم، في العالم كله يعني، وأعتقد إن أنا أزعم ذلك وأتحدى يعني، إن في دولة في العالم خلال العشر سنين الأخيرة دي بنت 100 سجن، 100 سجن اتبنوا في 10 سنين، وكلهم مجمعات يعني ضخمة جدا، في المنصورة وفي سوهاج وآخرهم في الجفجافة دي اللي افتتحوها أو بيعلنوا عن افتتاحها قريب. أكاد أؤكد لحضراتكم إحنا لو بنعمل مدينة سكنية مش هنعملها بالنظام والجمال ده. الواقع بيقول إن إحنا في 10 سنين الأخيرة دي ما عملناش مجمع سكني بهذا الجمال وبهذه الروعة وربما بهذه التكلفة. 100 بس اللي اتبنوا في 10 سنين الأخيرة دي بس، لو كل مجمع منهم كلف 200 مليون اضرب بقى في 100 هيطلع رقم كده خرافي خزعبلي. في الوقت اللي البلد بتصرف فيه السجون دي كلها، إذا بنا نفاجأ إنه بناس مساجين وبتهم ومثبتة ضدهم بياخدوا عفو رئاسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المتعارف عليه عقلا ومنطقا وشرعا وإنسانية إنه أي حاكم بيحكم أي دولة بتكون أولوياته توفير الاحتياجات اللازمة لرعيته وشعبه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالحاكم أمام رعيته مسؤول عنهم شرعا أمام الله سبحانه وتعالى، فبيجهد نفسه عشان يوفر لهم الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية والخدمات التعليمية والطرق وما شابه ذلك. كل ده بتبقى مسؤولية الحاكم، يهتم ببناء المدارس، بالمستشفيات، بالأمور اللي توفر رفاهية ومعيشة المواطن بشكل آدمي، يوفر لشعبه سبل الزراعة والصناعة والتجارة وكل أساليب الحياة التي تمكن المواطن من أنه يأكل من عمل يده. المصانع القديمة يطورها ويوسعها ويكبرها ويبني غيرها كمان. المدن السكنية يتوسع فيها، عشان كل ما بنبني في مدن سكنية جديدة يعني معنى ذلك أن البنا بيشتغل والكهربائي بيشتغل والبلاط بيشتغل والبتاع المحارة بيشتغل والسباكة بتشتغل، فكل الأيدي العاملة أصحاب الحرف اليدوية بيشتغلوا. دي مسؤولية الحاكم في المقام الأول، لكننا ابتلينا في أوطاننا بحكام الدنيا عندهم متشقلبة مقلوبة خالص، أولوياتهم مش بناء المدارس ولا المستشفيات. أمال أولوياتهم إيه؟ تخيلوا، والله ما بحكي لكم قصة من ألف ليلة وليلة ولا حكاية من الخيال العلمي أبدا، دي حكاية واقعية وتحدث بالفعل في بلاد حباها الله تبارك وتعالى بالخيرات، فالأنهار تجري من حولها ومن تحتها، في بلاد أرضها خصبة وممهدة وصالحة، بل من أجود الأراضي الصالحة للزراعة وخاصة زراعة القمح والمحاصيل الزراعية التي يحتاجها الناس بشكل دائم، في بلاد تاريخها حافل بالصناعة، عندنا مصانع بسم الله ما شاء الله تاريخ طويل جدا جدا، زي مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ومصنع الحديد والصلب. يبقى انتوا كده عرفتوا انا بتكلم عن اي بلد في ارض الله الواسعة. في تلك البلاد تخيلوا لا يوجد هناك أي اهتمام لا بزراعة ولا بصناعة ولا حتى بالإنسان، لا يوجد اهتمام بما يحقق الرفاهية لهذا المواطن، لا ببناء مستشفيات ولا مدارس ولا غيره. أمال يا ترى الأولويات عند السادة المسؤولين والحاكم بأمره إيه هي؟ بناء السجون. إيه؟ آه والله، تخيلوا إن إحنا في بلادنا بناء السجن بل بناء المجمع، مجمع سجون في الأولويات أهم من بناء المصانع. عندنا مصانع اتقفلت خلاص، ما عادش في عندنا تصنيع ولا صناعة، عندنا رقعة زراعية
أهملت وبارت وما عادش لها قيمة. عندنا أيدي عاملة ما بتشتغلش، لكن أهم شيء عندنا بناء السجون. ومش نبني مثلا سجن صغير كده على استحياء يعني، لا، احنا بسم الله ما شاء الله ما بنتوصاش في بناء السجون. احنا لما بنعمل سجن بنعمل مجمع سجون على اكبر مساحة ارض، حتى لو كانت الارض دي مزروعة بشجر الزيتون، ممكن نقضي على الاخضر ونخلي اليابس عشان نبني عليه سجون. ده بالظبط اللي بيحصل في بلادي، واللي حصل مؤخرا في سجن الجفكافة في سيناء. تخيلوا ان احنا بلادنا اصبحت بتصدر فكرة بناء السجون للدول الاخرى. انا اتصور انه مفيش دولة في العالم، في العالم كله يعني، واعتقد ان انا ازعم ذلك واتحدى يعني، ان في دولة في العالم خلال العشر سنين الاخيرة دي بنت 100 سجن. 100 سجن اتبنوا في 10 سنين، وكلهم مجمعات يعني ضخمة جدا، في المنصورة وفي سوهاج وآخرهم في الجفجافة دي اللي افتتحوها أو بيعلنوا عن افتتاحها قريب، وسجون ضخمة ضخمة يعني. ف100 سجن يعني، لو قلنا مثلا السجن الواحد بيكلف كام؟ 100 مليون جنيه، متواضع أنا في الطلب، 100 مليون جنيه ده ولا حاجة. أم 200 مليون برضه ولا حاجة. تعالوا نشوف السجن قد إيه مساحته الأول. السجن، سجن الجفجافة بيتسع ل20,000 سجين. 20,000 سجين، كل مجمع من السجون اللي اتعملت، 100 سجن اللي اتعملوا بس في 10 سنين، طبعا ده غير السجون القديمة يعني، بيتسع ل20,000 سجين. طبعا بحسب الخبراء بيقولك انت عشان تعمل في مدينة سجن يتسع ل20,000 سجين، فانت محتاج المدينة دي يكون عدد سكانها 2 مليون، 2 مليون نسمة. طيب سيناء كلها على بعضها فيها قد ايه؟ سيناء على بعضها بحسب الإحصائيات اللي صدرت في 2021، عدد سكان المنطقة اللي اتبنى فيها السجن دي 22,650 نسمة. 22,000 يعني معمول السجن عشان يدوب هم بس يسكنوا فيه، وعلى قدهم بالضبط يعني، سبحان الله العظيم. طيب المجمع اللي اتعمل في سيناء بيبلغ مساحته نحو 6 كيلو متر مربع، بطول نحو 3 كيلو متر، وعرض 2 كيلو متر، ويتشابه بحد كبير في تصميمه مع مجمع سجون وادي النطرون التي افتتحته الدولة في 2021. بقول لكم احنا تقريبا كل سنة بيفتتحوا مجمع، ده كان اخر حاجة افتتحوها في وادي النطرون. تعالوا نشوف بقى السجن الجديد ده مكون من ايه. مكون من 4 سجون نمطي، كل منها بمساحة 3,360 نزيل، مساحة 7,794 متر، 3 منها سجون رجال وواحدة منها نساء. سجنين كل منهما سعة 3,312 نزيل، بمساحة 38,400 متر. مجمعين للمحاكم كل منهما 8 قاعات، مبنيين سكن للضباط جماعي سعة 48 ضابط لكل منهما، مبنيين سكن ضباط عائلي 11 وحدة لكل منهما، مبنيين سكن أفراد وعاملين سعة 360 فرد، كتيبة مجندين سعة 600 مجند، وحدة خيالة سعة 10 حصان، وحدة كلاب سعة 30 كلب، عدد 14 برج مراقبة ارتفاع 25 متر، عدد 358 برج حراسة ارتفاع 9 متر. حاجة، وطبعا الصور بقى كمان يعني ايه، معمول بشكل خرافي يعني. أكاد أؤكد لحضراتكم إحنا لو بنعمل مدينة سكنية مش هنعملها بالنظام والجمال ده. الواقع بيقول إن إحنا في 10 سنين الأخيرة دي ما عملناش مجمع سكني بهذا الجمال وبهذه الروعة وربما بهذه التكلفة. سجن بالمساحة دي وبالنظام ده يكلف كام؟ 200 مليون؟ 300 مليون؟ طب اضرب بقى كده في 100 سجن، المية بس اللي اتبنوا في 10 سنين الأخيرة دي بس، 100 سجن، 100 مجمع سجون، لو كل مجمع منهم كلف 200 مليون، اضرب بقى في 100، هيطلع رقم كده خرافي خزعبلي. في الوقت اللي المواطن المصري مش لاقي ياكل، مواطن مصري مش لاقي ياكل، الناس دلوقتي بقت بتتسول، بقت بتاكل من الزبالة، الدولة مش عارفة توفر سبل المعيشة، مش الرفاهية، سبل المعيشة الأساسية للمواطنين، الناس مش لاقية تاكل حرفيا، والحكومة بتاعتنا مركزة أولوياتها في بناء السجون اللي بتكلف، ده غير ثمن الأرض طبعا، اللي بتكلف مئات المليارات إن لم يكن تريليونات يعني. فأي منطق هذا؟ وليه كل ده؟ يعني ليه؟ يا إخوانا البلد الذي يكثر فيها السجون يكثر فيها الظلم. وأنا عايز أقول لحضراتكم بقى على واقعة غريبة وعجيبة جدا.
في الوقت اللي البلد بتصرف فيه السجون دي كلها، إذا بنا نفاجأ إنه بناس مساجين وبتهم ومثبتة ضدهم بياخدوا عفو رئاسي. فاكرين كريم الهواري؟ كريم الهواري اللي أبوه صاحب هيبروان، مجمع التجاري الضخم العملاق اللي في مدينة الشيخ زايد. فاكرين كريم ده؟ كريم كان شارب كوكايين وراكب العربية الفخمة بتاعته، وهو ماشي وشارب ومسطول دهس أربعة شباب قتلهم، شارب مخمور متنيل بستين نيلة كوكايين، دهس ثلاثة أو أربعة مش فاكر الخبر يعني، دهسهم شباب. كريم لما راح في المحكمة النيابة لعبت في الأوراق لأنه ابن مين؟ ما مش أي حد، مش ابن أي حد. خد ثلاث سنين، تخيلوا ثلاث سنين، والأم كانت بتصوت بالطريقة دي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، زي ما انتوا شفتوا كده، وابتدي عليهم ليل ونهار. كريم ده طلع بعد سنة ونص، خرج اليومين دول. كريم خرج بعفو رئاسي. ليه؟ عفو طبي. حتى تعيل بيتعاطى كوكايين وقتل ثلاث أنفس من الشباب عنده 23 سنة يطلع بعفو طبي، وإحنا عندنا كم من الشباب وكم من الأحرار وكبار السن والنساء المرضى اللي مش لاقين الدواء ما بيخرجوش حتى بعد انتهاء المدة، بيعاد تدويرهم مرة أخرى في قضايا تانية. في ناس كان محكوم عليها بعشر سنين، كملوا العشر سنين ويعاد تدويرهم مرة تانية وداخلين تاني، متخيلين؟ يبقى السجون دي بتتعمل لمين؟ أيوة اسم الله عليكم. اوعى تكون فاكر إن السجون دي بتتعمل لولاد الأغنية أو ولاد البشوات أو ولاد البهوات والبكوات، ولاد الرتب والكابات، لا، دي معمولة للناس الغلابة اللي زي وزيك، لولادي وولادك، للفئة، فئة العبيد اللي هم شايفينهم عبيد، عشان يصدق فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم، إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله تعالى لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ده سبب هلاك الأمم، الظلم سبب هلاك الأمم، كثرة السجون سبب هلاك الأمم. صدق الله تعالى القائل: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. يا رب سلم، يا رب سلم. حسبنا الله ونعم الوكيل.